وانت جاي حب فيك خلو يا ست هدى. الهي خلوك اكبر اعلانيه في التلفزيون. اعلانيه؟ هي بقت كده؟ الهي يطلع وشك في الشاشه بالفينيك. فينيك ايه بس يا سوسو؟ اسمها فوتوجيني. انا عارفه بسمعهم بيقولوا كده. انا مش عارف ايه الجو المنظفات اللي انت معداني فيه ده. فينيك وصابون. الاستاذ ونسي اتاخر وانا لازم ارجع المحطه. معلش يا تموره، بابا مواعيده مظبوطه، بس انت عارف بقى الزحمه. طيب وانا امتى هتعملي بقى معايا مقابله؟ انت مش وعدتيني؟ تموره اهو المخرج والمعد، ده بقى الكل في الكل، اتفقي معاه واديله ميعاد اول حفله. هيا يا استاذ تموره، امتى؟ انت مين اصلا؟ تموره عيب، دي ياسمين قريبه معتزه. معتزه مين اصلا؟ انا حرم ونيسه ابو فضل، قصدي بنت عم ونيسه ابو الفضل جدال العويس عبد الحق. ده مؤاخذة اتأخرت عليك يا هدى، بس باركولي خبر حلو. وخدت الرخصة. بيشتغل ده كمان؟ الحمد لله، مؤسسة معهد لتطوير العشوائيات الرخصة وصلت. مبروك يا ونيس. الله يبارك فيك. طب يلا يا أستاذ ونيس لو سمحت عشان أنا اتأخرت. أنت مين أصلاً؟ يا بابا ده تمورة المخرج والمعد. تمورة، ازيك يا تمورة؟ حيرتنا معاك يا اخي، والله دوختنا. ها تموره، هنزل بالتقرير ولا الفاصل؟ التقرير مش جاهز، انزل بالفاصل. ايه ده الفاصل؟ التقرير جاهز، هنزل بالتقرير. جننتنا معاك يا تموره والله. ده احنا مش هنخلص النهارده. شوف يا استاذ ونيس، الحلقه هتبقى على الهوا، ويا ريت كل المواضيع اللي تتكلم فيها اعرفها وبالترتيب. وانا ممكن برضو غششك الاسئله. يا امي لا، مش انا، ده انا بديكوا سبق. معنى تطوير العشوائيات وحملة المليار. خلي بالك تمورة، أنا ليا شروطي. لا يا بابا ما ينفعش. لا ينفع. مش ينفع. استني 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 استني، ده أنا مبقوق يا هدى، أنا مبقوق. قولي يا تمورة، إيه بقى حكاية إن الضيف يقول كلمتين وتقوموا قاطعين عليه ونازلين إعلان ساعتين؟ معقولة؟ ده كلام يا تمورة؟ يا بابا ده كل ما الإعلانات تزيد ده معناه إن البرنامج بتاعي ناجح. مش مهم يا هدى، مش هتبقى فيه اعلانات. انت مش جايب عمر الشريف يا عندك؟ عندك يا تمورة؟ عمر بيجيب كم اعلان؟ هتشوف بقى، هتشوف لما خاطب الناس في موضوع يهمهم 25 مليون انا هجيب كم اعلان. خلاص يا ونيس خلاص، انت هتتكلم مع الناس عن المشروع وهتشرحه لهم، مالكش دعوه بقى بالاعلانات. طيب والمقاطعات؟ بابا وعد مني انا مش هقاطعك خالص. ايه يا مدام هدى؟ احنا مطلعين بنت وابوها ولا ايه؟ يا ماما دي مذيعه وضيف. عنده حق تمورة، عنده حق المره دي. معلش اوعى تفتكر انت اتعصب مني. انا لا اتعصب منك، المفروض انت ما تطلعيش في برنامج تباني ان انت بنتي او انا ابوكي. لا انا هتبرى منك في البرنامج، لا انت بنتي ولا اعرفك وانت تبرى مني عادي. معلش تمورة، انا برضو كلمه انصاف، المذيعات والمذيعين ساعات بيرزلوا، يعني بيقولوا سؤال مدته ساعتين لاجابه تيت. تعرف الإجابة التيت؟ يعني هتلاقي الضيف قدامه إيه؟ هيقول بس عندك حق، مظبوط، فعلاً، حقاً، خسئتها كده. واللي بيغزني أكتر إن الضيف لما يعمل في التلفزيون الحركة إيه؟ مرة واحدة ضيف طلع في التلفزيون في برنامج وعمل كده. بعد كده المحطات، كل المحطات والمذيعين والمذيعات على طول الحركة دي، شغالين، كل ما يتكلموا يعملوا الحركة دي. هابو جالامبو، كابوريا، يعني بصراحة أكنهم ماريونيت مشغلينهم بفتل. ايوه يا بابا، دي معناها بين قوسين للتاكيد يعني. معقوله كل الكلام اللي في التلفزيون بقى بين قوسين كده اهوت؟ يا مدام هدى، الحلقه هتبقى على الهوا، وانا بصراحه اتخنقت من ابوكي، اتصرفي معاه بقى. طب مره انت كده داخل على اوضه النوم يا بابا، باب الشقه ده حيالي. اتفضل. معقوله جايب لنا مخرج تايه في الشقة داخل أوضة النوم يقلبنا كده يا بابا؟ أنت أحرجتني. مالك أنت ومال الإخراج يا ونيس؟ بصراحة تمورة ما عجبنيش، مش نازل لي بالزور بصراحة. بين قوسين متعصب. والعصبية دي من إيه؟ قهرتي دي من إيه؟ لوحدي كده؟ مجنونة أنا؟ محدش قال كده يا ماما يا حبيبتي. طب قولي لنا انت عصبيتك سببها ايه؟ ما اعرفش، بس انا خدت قرار. خدتي قرار تبقي عصبيه؟ لا،
خدت قرار اني ما بقاش عصبيه، وابقى هانم وابقى هاديه وراقيه وابعد عن كل الصغائر، وقررت ان انا اعمل خير كمان. هايل، دي خطوه كويسه قوي يا حماتي. بس يلا يا ابو شورت انت. استنى بس يا شرف الدين، ليه يا ماما؟ ما كلنا مشتركين في مؤسسة معا اللي أنشأها أنكل ونيس. ونيس؟ قال إيه؟ يا خاين وعامل من الليل ستارة، أهو راح الليل وظهرت الأمارة، من حبنا حبيناه وسيدنا ضلع من ضلوعه، ومن كرهنا كرهناه وتحرم علينا مشروعه. ها؟ مشروعه، ومن باعك بيعه وارتاح من قهره، وإن كنت عطشان اوعى اوعى تتروي من نهره. بس مادام ماما رصت الامثال دي ورا بعضها يبقى في حاجه. قولي لنا بس مين اللي مزعلك يا حماتي واحنا نوقفه عند حده؟ ما تقدرش، ما تقدرش يا دكتور توقف ابوك عند حده. انت زعلانه من انكل ونيس؟ مقهوره مقهوره. الاستاذ اتبرعت له 300,000 جنيه يزبلني يزبلني انا، يشيلني من مجلس الامناء. اكيد ما يقصدش، هو مختار تخصصات معينه. عارفاها عارفاها يا حبيبي التخصصات دي. شيراز بقت امين عام، ومعتزه بقت سكرتير عام المجلس، وانا اتقلشت من اتحاد السكان ومجلس ابوك، واروح انا بقى اقعد جنب باهر زي القله، نبقى قلتين في صينيه واحده حبيبي. لا يا ماما انت كده مكبره الموضوع. يا ماما احنا بنعمل خير. ربنا يوفقكم في خيركم، وانا كمان هعمل خير، هفتح مؤسسة خيرية لوحدي. واحنا هنفضل قاعدين كده كتير؟ مش عارف، دلوقتي يطلعوا بالخشب، قصدي تيجي العروسة. يا عبد الله. نعم. نعم ايه بس؟ هي فين العروسة؟ الندام بتجهز في شقتها اللي جنبي وجاي حالا. ايوه انا عارف انها بتاخد وقت في الحموم لانها بتخاف من الميه وبتستحمى بالكوز، بس ما حبكش يعني ساعتين. يا استاذ عبد الله. نعم. انا متاخر كتير كده. البوفيه هيفتح حالا، ما تقلقش. تحب اجيب لك قراقيشه؟ 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 انا جاي اكل. ده انت جايبني من الساعة 3 الظهر، ومن ساعتها عمال تقول لي المدام جاية، المدام بتجهز، فين المدام؟ هو حضرتك مين؟ ده 10 مرة بتسألني، أنا المأذون. الندان بتجهز في شقتها اللي جنبي وجاية حالا. معلش يا أستاذ، هانت. إيه اللي أنت بتقوله ده يا نادر؟ هانت ده إيه؟ هي بتولد؟ آه، بصراحة الوقت ده كله يبقى بتولد. عبد الله. نعم. تحب أروح أساعد العروسة؟ مفيش لزوم. على فكره يا عبد الله، بمناسبه القعده الكئيبه اللي احنا قاعدينها ديت، انا كنت عايز اعمل لك مفاجاه زي مفاجاتك اللي بتعملها لي. كنت هجيب لك فرقه تنوره ومزمار وغوازي. ليه يا ونيس؟ انا عايز ارسخ في ذهنك ان انا مش عامل فرح، انا عامل حفله على الضيق. جا اليوم اللي انت يا عبد الله ترسخ في ذهني انا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يلا بينا، يلا نمشي، يلا نمشي والله. يلا اهجد اهجد. زغريت الظاهر في فرح. ألف مبروك. مش المفروض إحنا اللي نقولها دي؟ مش مهم مش مهم. الحيوان قاعد جنب معتزة وسايب العروسة. هي كرهانة ليه؟ يا أستاذ عبد الله أبدأ. تبدأ. هو حضرتك مين؟ اتفضل اتفضل يا أستاذ، اتفضل اتفضل، خلونا نخلص. ابدأ شغلك يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. زواج ميمون إن شاء الله. ميمون طبعا، وهيتجوز قردة. عروستك حلوة يا أستاذ عبد الله. عروستك دي توصل طنط معتزة. جرايا معتزة.
ايه يا ونيس؟ الله، طب لما العروسه قاعده جنبك من الصبح امال معطلني ليه؟ لا لا لا، مش انا عروسته الحلوه الاموره الواقفه دي بروم. جرى ايه؟ هنقرع الناس ولا ايه؟ ممكن تتكتمي يا معتزه؟ ايوه هي دي لارونا واسمها الحقيقي ساورنا. ما تحترم نفسك يا استاذ عبد الله. عرفتك ده ايه؟ طلع هتربع البيت على اللي فيه. معلش خلاص خلاص خلاص، ليلتك هباب يا عبد الله. ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ وانت ما قلتلهاش او اتفقت معاها انكم هتتجوزوا؟ يتفق معايا على ايه يا استاذ ونيس؟ ها عيب عيب، انا جاي ضيف، انا زائر. انا مش اتفقت معاك وسالتك توافق نتجوز يا لارونا؟ قلت لي ايوه. تعالى وانا هسيبك. انت سالتني توافقي نتجوز، قلت لك يعني انا اتجوز وانت تتجوز، مش تتجوز بعض. انا فهمت كده برضو. انت دايما يا بابا بتتسلع. طب امشي انا بقى. ها لا استنى يا استاذ، احنا لسه فيها، نقعد ونتكلم. ايه جرى ايه؟ هو احنا هنقعد على قهوه؟ الجواز ما يبقاش بالطريقه دي يا حضرات. طب نمشي الفرع عشان الناس جن، عشان منظري، وبعدين نتطلق. طلقه في نفوخك. تعالوا يا عيال. بقول لك ايه، اوعى تبعت لي في حاجه تانية، انت فاهم؟ ناس ما عندكمش دم. دن ده خليل. ليه كده يا عبد الله؟ انت كده جرجرتنا على الفاضي. كويس اني ما جبتش كاميرا البرنامج معايا، كنت اتصدحت. يعني ما كنتش قادر يا عبد الله، ما كنتش قادر تبقى واضح معاها، تحدد كلامك معاها. كنت قلت لها انا عايز اتجوزك انت بالذات وبالتحديد يا بارومه، كانت فرق كتير يا عبد الله. انا المكسوف يا ونيس. معلش معلش يا عبد الله، قدر ولطف، اجعله اخر الاحزان ان شاء الله. يعني انا كسرت نحسها ووقعتها في حنان السداحه عشان تتجوز غيري؟ ما تقلقش يا عبد الله، الست دي مكتوبه لك وأراهنك هتيجي لغاية عندك وتقول لك أنا موافق. دي جد؟ طيب عبد الله، احنا مضطرين نمشي بقى. طب استنوا يمكن ترجع. خلاص بقى يا عبد الله، خلاص مش هترجع، بس احنا برضه هنقعد معاك، هنقعد ونكمل السهرة عشان نحتفل بمؤسسة معا لتطوير العشوائيات. يلا فين وفين؟ اخ ده عندي عجايب، عجايب تتحط في زكايب تتفرج عليها الشويلة. أنا شاكيرة هانم هعمل شغل عالي قوي، أنا هبقى فرجة طبعا. مصر كلها هتتفرج عليا أكيد. طيب طيب يا طنط شاكيرة، والله حضرتك نورتينا النهاردة رغم إنها يعني زيارة مفاجأة. الستش ما تعرفينيش، انا طيبه طيبه قوي قوي قوي، ومحبش ابدا اعمل خير لوحدي، ولازم برضو اهاجي غيري يغمز منه، يعني ياخد كده لقمه ويعملها ودن قطه ويغمز يغمز. دي نوايا بذمتك يا عز الدين. انا كنت اعرف ان انت وحوريه موجودين هنا؟ ابدا. نصيب هتعترضوا؟ نصيب، اهي لقمه وجيت لحد عنده. بقولك ايه يا طنط شاكيره، هي المؤسسة اللي انت عايزة تعمليها دي للعشوائيات برضو؟ عشوائيات؟ ده أنا هحط العشوائيات دي أخليها قرى سياحية. طب ليه يعني يا طنط؟ ما أنكل ونيس عامل مؤسسة معا وإحنا كلنا شغالين معاه فيها. وماله يا حبيبتي، زيادة الخير خيرين. وبعدين يعني العشوائيات دي ما هياش اختراع يعني، ومن حق أي حد إنه يساهم فيها. طبعا طبعا عندك حق يا شاكيرة هانم، بس هو حضرتك هتعتمدي على شيراز ومعتزة؟ ده مجرد سؤال. شوف يا زكروت، أنا ونيس ده غالي علي قوي، ما حبش أخطف منه اللي شغالين عليه. شغالين عليه؟ قصدي اللي شغالين معاه. طب انتي قلتي لبابا الكلام ده؟ ونيس ونيس الله يعين، ولا فاضي يقولي ولا فاضي يسمعني. أنا بقى هعمل مؤسسة اسمها آه
مع بعضينا ننقذ أهالينا. اللي عايز يبقى معايا أهلا وسهلا، أنا ما عنديش اللي هو تبرعات بالمجهود ده، لا 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 خالص، أنا مرتبات عالية قوي قوي قوي. تشيكير تشيكير شرف الدين وبهيرة معايا، انتوا بقى فكروا بينكم وبين بعضيكوا كده وتبقوا تقولوا لي. شرف الدين وبهيرة هيبقوا معاكي ومع أنكل ونيس؟ طب ليه يا طنط شاكيرة كده؟ احنا ما صدقنا نتجمع، ليه عايزة تفرقينا؟ ما تبقى مؤسسة واحدة أحسن. ده كده أنكل ونيس يتفشكل، ده مؤسسته اسمها معن. لا يا زكاروتا، معن دي المقصود بيها حاجة تانية خالص، على المفتشر كده وعلى بلاطة البيتش اللي اسمها معتزة وشيراز هما اللي اختاروا الاسم ده الونيس عشان الاتنين يكونوا مع ونيس معن. ايه المشكلة؟ بدل ما في راس اخوك يعمل مشروع لوحده ويفشل فيه، يبقى انتي وهو واختك تعملوا مشروع واحد، سوبر ماركت ولا حتى مكتبة. يا ماما المشاريع دي بتتكلف كتير، وبعدين مين هيديره؟ في راس يديره. وبعدين انتي معاكي كتير، هتعملي ايه بالفلوس؟ لازم تشغليها. صباح الخير. ايه ده؟ انت ما رحتيش شغلك؟ انا فاكراكي يا بنتي نزلتي من بدري. جالي تليفون الصبح من زميلتي قالت لي ما تجيش، الشركه قفلت ورجعت صايعه تاني. يا لهوي، هو انت لحقتي؟ العمال عملوا اضرابات تاني ووقفوا الانتاج، وطبعا صحاب الشركه بيخسروا. بصراحه المساله زادت بقى. طب ما فيش حد من العمال او من الاداره يتكلم معاهم ينصحهم؟ انا شؤون قانونيه، لما استحبت من لساني قلت لهم بلاش نعمل اضراب عشان الشركه ما تخسرش، كلت حته علقه، وطبعا المطالبه برفع الاجور المبالغ فيها خلى اصحاب الشركه يقفلوها. معلش دي ظروف عرض، ولا يهمك، انا هديلك مرتبك لحد ما تلاقي شغل تاني. يا حبيبتي يا شيراز، ربنا يخليكي ليا. خليك يا حبيبتي، بس مش عايزه اضرابات في البيت. موافقه. طيب انا مش هتاخر، انا هرجع بدري على البيت جري، عشان النهارده ونيس هيطلع في التلفزيون في برنامج على الهوا. ربنا يستر ويعدي الحلقه دي على خير، خايفه ونيس ينسى نفسه ويخبر هدى. اكيد هيحصل، لو ما عجبوش حاجه هيصغر لهدى ومش بعيد يوقف التصوير. يا باي بلاش مبالغه، بابا عارف ان البرنامج ده على الهوا. ليه؟ انت ناسي لما كان بيخرج لجهاز الاعلانات، ولا لما اخرج لي المشهد اللي مثلته قدام كراميلا واتلغى المخرج جاب عليا كاشه؟ لا بس انكل ونيس مرتب كلامه كويس قوي، المهم بقى ان هدى تعرف تحاوره. ده قعد معاها ساعتين يراجع الاسئله ويقول لها تتكلم امتى وتسكت امتى. انتم ملاحظين ان الاعلانات كتيره قوي؟ ده مش عشان انكل ونيس طبعا، ده عشان في بعد الحلقه بيان هام جدا، وادينا قاعدين مستنيين اهو. اسكتوا بقى البرنامج هيبدا. يفتح عليك يا هدى يا متمكنه، فرصتك ترقصي ابوك على الشناك. مساء الخير عليكم وعلى مصر ام الخير، واللي يعمل خير يلاقي خير. انت هتشحتي مصر المحروسه، محروسه باهلها، واهلها في منهم اللي عايش عيشه كريمه واللي عايش عيشه مهينه. 25 مليون مواطن يعيشون خارج الحياه بلا خدمات، لا ميه ولا كهرباء ولا صرف صحي. وضيف حلقه اليوم يحمل هموم الوطن، انتفض سائرا الحمد لله ليقتحم مشكلة العشوائيات ويطلق حملة المليار. معنا ومعكم الأستاذ ونيس أبو الفضل جدل عويس المحامي. عندي حق. الأستاذ ونيس أبو الفضل جدل عويس عبد الحق المحامي، رئيس مؤسسة معن لتطوير العشوائيات. فاصل ونواصل. ايه الحقيقة؟ ايه ده؟ فاصل ايه؟ أنا لسه ما كلمتش. انت ايه الراجل طلع؟ خلصت خلاص، اكيد بابا في الفاصل هيبهدل هدى دلوقتي. خدتوا بالكم لما هدى طولت في المقدمه كان بابا كل شويه بينحنحلها ازاي؟ كده هدى هتعتزل بعد الحلقه دي ان شاء الله. ما هو برضو يا جماعه كان لازم ترحب بيه في الاول وتسيبه يقول كلمتين، يعني تلاقيها خافت تتكلم ما تعرفش تطلع فاصل. المهم يعلن عن المؤسسه ورقم الحساب. بقول لكم ايه، تيجوا نعمل مداخله؟ مداخله ايه يا شرف الدين؟
ده ممكن يكشف صوت اي حد فينا. بصراحه انا مش مرتاح والله. إيه مرتاح هو؟ لا منظري عرق بصراحه. لا في عصير ولا ميه، والكوبايات اللي بيبقى فيها عليها اسم البرنامج في شغلي. معلش معلش الفصل الجاي علي تعزب بطل شعري بسرعه. بس علاء رشا من فضلك. يا بابا بابا بس البرنامج بدأ. نتواصل مع ضيفنا الأستاذ ونيس. أستاذ ونيس، إيه فكرة مشروعك؟ طب مطلوب أنا أقول إيه مع حضرتك؟ قلت كل الكلام في المقدمة، سبتيلي إيه أقوله هنا يعني؟ معلش أنا آسفة حضرتك، اتفضل. ما علينا ما علينا. الحقيقة المشروع بتاعنا بيهتم بكل المناطق العشوائية، بس بالتحديد وبالأخص المناطق غير أمينة. إحنا هننشئ 5 مدن سكنية في مدينة في القاهرة وفي اسكندرية وفي بورسعيد وفي السويس وفي المنيا كمرحلة أولى يعني. وكل مدينة هيبقى تستوعب تقريبا 3500 وحدة سكنية، وعين في مستشفى على اعلى مستوى، وفي مدارس يعني مدارس كل مدرسه فيها ابتدائي واعدادي وثانوي المراحل كلها، وكمان في نادي رياضي، في سينما، وفي مسرح، وفي سوق تجاري، منطقه خدميه يعني ورش وحاجات زي كده، وفي مصنع كمان. احنا بنفكر نستغل الرمل اللي عندنا ونعمل مصانع زجاج وكريستال وحاجات زي كده. و هيبقى في طبعا كل الخدمات المعروفة زي يعني قسم شرطة، وفي مطافي، وفي بريد، لأن كانت مشكلة العشوائيات الحقيقية إنهم بيحلوها بإنهم ينقلوا الناس في شقق ويسلموهم شقق، بس الشقق دي أكنها في الصحراء في الهو يعني، ما لا بيلاقي خدمات ولا بيلاقي مكان رزقه، فبيرفضوا الحقيقة الفكرة يعني. إحنا بنحلها بشكل كويس ونحقق حياة نموذجية حقيقية للمواطن عشان نرد له كرامته، بس احنا مهتمين في الاول بالمناطق الغير امنه اللي هي الخطر. طب وحضرتك مش شايف ان المليار قليل جدا على تصورك ده؟ يعني طبعا هو المليار ده رمز، يعني احنا بنقول انه يعني بدايه، نبدا بالمليار. المليار مش هيكفي، احنا مشاكل العشوائيات في مصر عندنا 1221 منطقه عشوائيه في كل جمهوريه مصر العربيه، يعني فيها بيسكنها 25 مليون. طبعا مش هنقدر يعني، ولا الدوله تقدر انها تحل مشكلتهم، ولا المجتمع المدني او المؤسسات الخيريه يعني تقدر. فاحنا يعني بنبدا بدايه يعني، يا دوبك المدينه الواحده ممكن تكلف لها مثلا 400 مليون. احنا بنحاول نجمع كل 5 6 عشوائيات يعني يسكنوا مدينه. بس احنا شعار مؤسستنا الحقيقي اللي مبني عليه فلسفه المشروع اننا نبني البشر قبل ان نبني الحجر. طبعا حضرتك هتقولي هتوقف العشوائيات كلها طابور وحديث الثلاثاء. فاهمه قصد حضرتك، التنميه البشريه اهم. حضرتك هتطلع ولا حضرتك ركز معايا؟ اكملي. لازم نرفع من قيمه الفرد علشان يرفع من قيمه الوطن. طب النسبه هتتبرع ازاي؟ في رقم حساب المفروض. ايوه تموره. ايه؟ لا 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 لسه مخلصت كلامي. اتصالات ايه دلوقتي؟ اجلها طب شويه. لا معلش معلش يا استاذ ونيس، معانا مداخله. طب مين معانا؟ شاكيره هانم. اتفضلي اتفضلي حضرتك. مساء الخير يا حبيبتي، احييكي واحيي ضيفك العزيز الاستاذ خميس. ونيس، الاستاذ ونيس. انا شاكيره حرم شاكر فوزي الله يرحمه، بنت يا جليله بصي عليها على التلفزيون، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مع بعضينا ننقذ أهالينا، وشعار المؤسسة اتبرعوا ورشوا رشا لشاكيرة، مش هتخلي حد ينام في عشة ولا على حصيرة. طب ودي حضرتك مؤسسة عشوائيات برضو؟ ده خارج السياق بصراحة. طبعا مؤسسة عريقة، وخدي بالك في ناس كتير بتتاجر بالموضوع ده، إنما أنا في خلال سنتين مش هيبقى ولا عشوائي. طب كويس كويس ان يبقى في اكتر من مؤسسه تشتغل على العشوائيات، ولا ايه رايك يا استاذ ونيس؟ الحقيقه من فضلك اكمل كلامي، انت في الاستوديو يا اخويا واتكلمت كتير، انا على التليفون. اتفضلي حضرتك بس باختصار لو سمحت. قولي لها الوقت يداهمنا. انا بدعو كل المواطنين
يتبرعوا لمؤسستي، مع بعضينا ننقذ اهالينا. طب حضرتك تحبي تقولي ايه للاستاذ ونيس؟ ما هو برضه عامل مؤسسه معا لتطوير العشوائيات. ربنا يوفقه، قال يا حق ليه تعبتني، قال له انت ليه خرجتني، فهمني يا خميس. معلش يبدو ان الخط اتقطع. معلش في النهايه يا استاذ ونيس. نهايه ايه؟ احنا كده البرنامج خلص على كده؟ اكيد هيبقى في بقى لقاءات ثانيه ان شاء الله. انتوا انا بصراحه بسمع الجمله دي كتير في كل البرامج وبدقق بتابع، يعني ما بلاقيش الضيوف دول طلعوا تاني على الشاشه بصراحه. لا اكيد هيبقى في لقاءات ثانيه عشان نتابع انجازات مشروعك. والان انا عايز اقول كلمه بس. شكرا يا استاذ ولي، شكرا ليك. والان في حاجه فاصل مهم. فاصل حاجة ونواصل. على اساس ايه؟ الراجل طلع فوق، انا سيبه تاني ازاي؟ انا كنت هقول كلمه وحشه. معقوله؟ يا ماما يا علاء ونص خلاص كده هدى اتطردت من القناه واتطردت من بيت ابوها. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه، ليه كده بس يا ماما؟ بصراحه اللي عملته امك ده قمه العدوانيه. يا جماعه شاكيره مجروحه وانا عارفه ليه. لا دي عايزه تبوظ مشروع بابا بدليل انها حاولت تجرنا معاها. ده احنا هنشوف ايام سودة. يلا يا جهاد يلا روح قبل ما يجي. يلا يا بنات. المشكله لو اونكل ونيس افتكر ان هدى محضره المداخله بتاعت شاكيره. هو احنا كل ما نيجي نعمل حاجه كويسه حد يبوظها لاغراض خاصه؟ ثانيه يا بت انا اللي هفتح. سيبيني انا افتح. انا يا ست هاني الا يكون بلطجي. انا متاكده انه بلطجي يا حبيبتي. خش جوه. افندم انت لبستي لي الرايه السوداء يا شاكيره؟ مش هتخوفيني؟ ايه اللي انت عملتيه في البرنامج ده؟ عملت ايه يا حبيبي؟ مواطنه وعملت مداخله. انت عملتي سخافه. ايوه عشان انت سخفت عليا وحسستني ان انا قليله وحرمتني من فعل الخير وفضلت عليا الامين العام والسكرتير العام. هم عاموا وانا اللي غرقت. عشان كده يا ونيس انا اعلنت عليك الحب قصدي الحرب.